مع فعاليات معرض الكتاب دلوقتي هنشوف مع حضراتكم لقاء أجرته كاميرا صباح الخير يا مصر مع الكاتب الصحفي حمدي رزق على هامش مشاركته في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق وأثره في تجديد الخطاب الديني. معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأقدم عربياً ومن الأقدم دولياً، وبالتالي هذا المعرض لديه إرث ضخم حضاري بيعبر عنه في هذه الدورة. الدورة 55 تترجم نصف قرن ونيف من السنوات، وبالتالي نحن أمام تظاهرة عمرها نصف قرن، نصف قرن من الثقافة، نصف قرن من الحضور الثقافي. مصر دائماً وأبداً هي بلد مشع ثقافياً، والقاهرة ثقافياً تقارب بالمراكز العالمية التنويرية الثقافية. عندما تتحدث عن القاهرة تتحدث عن باريس، تتحدث عن روما، تتحدث عن المراكز الثقافية العالمية. مراكز التنوير والإشعاع العالمي لا يمكن أبدا أن تغادر القاهرة، وبالتالي معرض الكتاب هذا العام استكمال لدور حقيقي وريادي وتعبير حقيقي عن الحالة الثقافية المصرية. الحالة الثقافية المصرية في تجليها، الحالة الثقافية المصرية في الجمهورية الجديدة هي حالة تشكل زي ما بيقولوا ايه عمد من الأعمدة الأساسية لتأسيس الجمهورية الجديدة. لو انت سيادتك اطلعت على ما تدخره الجمهورية الجديدة للثقافة والفنون سوف تعجب. هناك مدينة كاملة للفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة سوف تكون مؤلا للفنون والثقافة، وسوف ترفض الحالة الثقافية المصرية ببناية أساسية، والبنية الأساسية الثقافية مهمة جدا جدا جدا. وبالتالي المعرض هنا يشكل حالة ثقافية مستدامة نتمنى من الله استمرارها ومدها بما يعينها على البقاء والتألق. تجديد الخطاب الديني دعوة رئاسية الحقيقي مثل كل الدعوات الطيبات تجد عنة، وتجد أيضا هناك من يحاول إجهاض، ولكن هناك عزم أكيد على تأكيدها واستمرارها وأيضا تثبيتها في الأرض وتسييدها. هذه الدعوة اللي هي تجديد الخطاب الديني تحمل عناوين عديدة، منها عنوان فقه المقاصد الوطنية، وهذا الفقه المقاصد الوطنية هو الفقه الذي يقوم عليه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اللي أنا دائما أسميه دائما وأصفه ويسبق اسمه مفتي المقاصد الوطنية. ومفتي المقاصد الوطنية لأن المقاصد الوطنية العليا مؤسسة تأسيسا حقيقيا على المقاصد النبوية العليا في المدينة المنورة. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدد حدود المدينة وحفر النفق لحمايتها كان يحمي الحدود، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما عقد المعاهدات وثبت المواثيق وحرر وثيقة المدينة كان يضع دستورا حقيقيا لدولة المدينة. من ينكر دولة المدينة ينكر فكرة الدولة الوطنية، وبالتالي الفقه الذي يؤسسه ويؤصله الدكتور شوقي علام الحقيقة هو فقه يعني بالمقاصد الوطنية العليا، اسمه فقه الدولة الوطنية، وفقه اختطف طويلا من قبل جماعات الإسلام السياسي التي حاولت أن تسيد الخلافة على الدولة الوطنية. وهذه الخلافة كان في مفهومهم أنه لا حدود وأن تراب الوطن حفنة من التراب العفن، وأنه لا توجد دولة وطنية ولا يوجد جيوش وطنية، حالة سيولة عامة ماشي ضد فكرة الدولة الوطنية وضد فكرة التراب الوطني وضد فكرة المقاصد الوطنية العليا للوطن. مقاصد الوطن العليا إيه؟ هي إسعاد المواطن، هي إسعاد المواطن اللي هو وطن الرفاه والرفاهية. المقاصد الوطنية العليا تعني بهذا وتحض على هذا. العبادة والعمل صنوان وليست العبادة فقط. اختطاف هذه الدولة الوطنية استمر طويلا، الآن وقت استرداد الدولة الوطنية. استردها الجيش المصري العظيم في 30 يونيو،
واستردها رجال الدين الشرفاء العلماء الثقات مثل الدكتور شوقي علام وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي دائما أسبق اسمه بالطيب أحمد الطيب لأنه من نبت طيب ومن تربة طيبة، والتربة الطيبة في الجرنة في الأقصر هي جزء من تراب مصر الطاهر الذي يشرف من يعيش فيه.